بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بكل خير أوقاتكم. مرحبا بكم معنا إلى هذا البرنامج وإلى حلقة جديدة من نظرة النعيم. في هذا البرنامج الذي منذ أن بدأناه ونحن نتفيأ هذه السيرة العظيمة لهذا الرجل العظيم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذا البرنامج أيها الكرام تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية باسمكم جميعا. أرحب بضيفي هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، أسأل الله لي ولكم التوفيق. حياك الله. أهلا وسهلا بك شيخنا وبالمشاهدين. وما زلنا كما ذكرت لكم في الحلقات الماضية وتقريبا من 7 حلقات ونحن نتحدث في باب الجهاد النبوي. اليوم إن شاء الله نتحدث وعنوان حلقتنا فتح مكة. طبعا كان الحديث في الحلقة الماضية شيخنا عن معركة مؤتة والعودة منها، وثم بدأت إرهاصات فتح مكة وتوجه الرسول لمكة بعد أن نقضت قريش العهد الذي بينها وبين الرسول. نعم، الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه. وبعد، مكة هي البلد الحرام المعروف، وهي عند جماهير أهل العلماء جماهير أهل العلم أفضل بقاع الأرض، والله تبارك وتعالى قال: لتنذر أم القرى ومن حولها. وفيها بيت الله الذي اختاره الله جل وعلا أن يكون مثابة للناس وأمنا، وفيها ولد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومنها هاجر وإلى المدينة سكن عليه الصلاة والسلام. الحنين إليها كان عظيما لأنها كانت أصلا وطنا، وقبل ذلك فيها بيت الله. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرى أن الجيش النبوي والدولة الإسلامية بعد قادرة على أن تفتح مكة وتضمها إلى حوزتها، والله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، والنبي عليه الصلاة والسلام خير من أوتي الأناة والحلم والبصيرة والعقل والتودة. لما كان صلح الحديبية كان من ضمن عقود الصلح وشروطه أن من شاء أن يدخل من العرب في حلف رسول الله دخل، ومن شاء أن يدخل مع قريش وينضم إليها دخل. فانضمت بكر إلى قريش، وانضمت خزاعة مؤمنها وكافرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عيبته. كانت هناك ثارات قديمة ما بين بكر وخزاعة، ثم إن بكرا عدت على خزاعة ونصرت قريش بكرا، فبنصرة قريش بكرا على خزاعة فيه نقض للعهد الذي والصلح الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو المعروف بصلح الحديبية. فعمد عمرو بن سالم الخزاعي أحد ساداتهم إلى المدينة قادما إليها، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم يستنصره ويخبره بما كان من أمر بكر وقريش. في أبيات قال منها: يا ربي إني سائل محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدى، إلى أن قال: هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فقال صلى الله عليه وسلم له وقد أضلته سحابة: إن هذه السحابة لتستظل أو تستهل بنصر بني خزاعة، نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. ثم عاد عمرو بن سالم، وعاد بعده آخر، يعني عاد إلى ديار قومه، وعاد بعده بدير بن مرقاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحثه على إتمام النصر. لكنه لما عاد أي بديل قابل أبا سفيان بن الحارث، أبا سفيان بن حرب زعيم قريش المعروف، قابل أبا سفيان بن حرب زعيم قريش المعروف، فسأله إن كان لقي محمدا، فأنكر بديل. فلما مضى قال أبو سفيان لمن معه: إن كان بديل لقي محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه سيظهر هذا في أثري على في بعيره. فوجد النواء فعرف أنه لقيها، فذهب أبو سفيان يجدد العقد ويزيد في المدة. وقد مر معنا ونحن نتحدث عن معركة مؤتة أن معركة مؤتة وفتح خيبر جعلت قريشا تشتد مهابتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي. فعاد أبو سفيان قادما أو أتى أبو سفيان المدينة،
أبو سفيان ابن حرب من بني أمية، شخصية قيادية، كانت أمر الحرب كان أمر الحرب أصلا في بني أمية، فكان يقودهم في الحروب، لأن قريش كانت لها مفاخر عشر تقسمها بينهم، مر معنا شيء منها كثير. فعمد أبو سفيان إلى المدينة وقدم إليها يريد أن يجدد الصلح ويمدد العقد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لأصحابه كأني بأبي سفيان قد أتى يجدد العقد ويمدد المدة. فقدم أبو سفيان بدأ بدار ابنته أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في أرض الحبشة ثم عادت من الهجرة. فلما دخل عليها طوت عنه الفراش فقال يا بنيتي لا أدري، وهذا من اعتداده بنفسه، أرغبت بي عنه أو رغبت به عني؟ قالت لا والله إلا أنك رجل مشرك نجس، وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحب أن تطهر. فقال يا بنية لقد أصابك بعدي شر. القياديون في كل عصر بصرف النظر عن معتقدهم يحاولون أن يبلغوا برسالة ما إلى كل من يلقاهم إلى أنهم أهل قيادة، أحيانا في الكلم وأحيانا في الفعل. فالكريم موسى عليه السلام لما ركب السفينة مع الخضر، وكان من أمر الخضر ما كان من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، في كل الأحوال كان موسى ينكر ويشتد ويحتد ويشتد ويحتد، لأنه ما جرت عادته أن يسكت، يعني لم يتعود أن يكون تابعا، وإنما جرت عادته أنه يفقه كل ما يجري حوله. فشخصية موسى عليه السلام القيادية هي التي جعلته أكثر الأحوال ينكر على الخضر. المقصود أن أبا سفيان كان يفقه أن ابنته تصنع هذا لعدم قناعتها به كونه مشرك، لكن أحب أن يبين اعتداده بنفسه وأن هذا له تأويل آخر. فقال يا بنيتي لقد أصابك بعد شر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه بشيء، فأتى أبا بكر فلم يجبه. هنا أنا أقف، قلت في لقاء سابق إن أبا بكر من أكثر الناس هديا يشبه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان من جواب أبي بكر لعمر يوم صلح الحديبية هو جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا لم يجب أبا سفيان بشيء، وكذلك أبو بكر لم يجب بشيء. فأتى عمر يستشفع به فقال أأنا أشفع لكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. معلوم أن الذر من أضعف مخلوقات الله، ويريد أن يبين عن مكنون العداوة التي في قلبه. ثم أتى عليا وقال إنك ألصق القوم بي رحمة فاشفع لي. فاعتذر علي بأنه لا يستطيع أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جرى كلام ما بين علي وأبي سفيان. فلما يأس أبو سفيان من علي إذا بالحسن يلعب، هو يومئذ صبي وعنده أمه فاطمة، فعمد أبو سفيان إلى فاطمة وقال لها يا فاطمة هل لك في مجد لابنك يكون سيد العرب أن يقوم فيجير بين الناس على الحسن؟ يعني طبعا هو يريد أن يخدعها، ولن تخدع امرأة في ابنها بأعظم من المجد، لأن كل امرأة تحب أن يكون ابنها لا مجد. يعني فقالت لم يبلغ ابني أن يجير بين الناس، هي عاقلة وهي كفاها مجدا أنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صبته وأدركت مغزى. فقالت لم يبلغ ابني هذا أن يجير بين الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد يجير عليه. فردت جوابه فقال لعلي، عاد لعلي هل تشير علي بشيء أو أرجع خائبة؟ قال إنك سيد بني كنانة. فقول علي رضي الله عنه له إنك سيد بني كنانة، وهو يومئذ مشرك وحامل لواء أهل الشرك والحرب، إنما هو إخبار بواقع. فلما يأتي أحد من أهل الإسلام ويمدح أحدا من أهل الكفر بما هو عليه عند قومه، لا يعد هذا إذهابا لما يعرف
أو لما هو قائم في أرواحنا من عقيدة الولاء والبراء. فلا نحكم على الناس ونتعجل في الحكم ونثرب في اللوم ونكثر في التثريب. إن سمعنا بعض العبارات أو بعض الألفاظ فظننا بأخينا سوءا، لابد الإنسان يتكلم عن وعي وعن بصيرة وعن عقل وعن إدراك، ولا تقف ما ليس لك به علم. فهذه السيرة نحن لا نتدرسها. ومكث هنا صالح وعبد الرحمن ليقول الناس كان كذا وكان كذا. نحن نعلم أن ما نمليه على الناس من معلومات هي ليست ملكا لنا، هي مكتوبة في السيرة من قبل، وقرأها الناس قبل أن ينظروا إلينا. لكن المهم جدا، الغاية مثل هذه الدروس أن يفقه الناس العلم من سيرته صلى الله عليه وسلم، من أحداث ذلكم الجيل الأمثل والرعيل الأكمل والرعيل الأكمل. فهذا علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين المهديين، هو في مقامه يعني الذي لا يجهله أحد، ورابع العشر المبشرين ومع النبي صلى الله عليه وسلم في مقام واحد، يقول لأبي سفيان إنك سيد بني كنانة. فلا يفهم من هذا أنه عظم أهل الكفر أو أنه أجلهم، هو الآن في موقف المستشار، فقال إنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس، قل إني قد أجرت بين الناس. فقال أبو سفيان له أو تظن هذا يغني شيئا؟ قال لا، ولكن مثلك صعب أن يعود هكذا، صعب أن يعود ولم يصنع شيئا، فاصنع شيئا ولو لم يجدي. لكن بين علي لما أنت مخول أن تتكلم، لأنك سيد بني كنانة، لما تقوم وأنت سيد بني كنانة سيد قريش لك حق أن تقول، مقبول كما تقول الآن زعيم دولة أو رئيس دولة أو رئيس حزب ولو كان كافرا، هذه عصبة سلطان يجب أن يعني نفقه الواقع ونحن نتحدث فيه. عليه الصلاة والسلام كتب محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، وفعلا عظيم الروم، لكنه عند الله ليس بشيء، كافر، لكن ولا يتكلم عن مقامه عند الله، يتكلم عن مقامه عند الناس. وقد نصح له علي في المشورة، وهذا إخبار بواقع. المقصود قام أبو سفيان أجار بين الناس في المسجد، إني قد أجرت بين الناس، وركب بعيره ومضى. عاد إلى قريش قال أتيت رسول الله فلم يرد علي بشيء، وأتيت أبا بكر فلم يرد علي بشيء، وأتيت عمر فوجدته أدنى العدو، وأتيت عليا فوجدته ألين القوم. الآن لا نقول أن عمر لما كان أدنى العدو يعني أشدهم وعليا ألين القوم أن بين عمر وعليا اختلاف، هذه نظرة للأشياء كيف يتعامل معها، ليس لها علاقة بإيمان العبد وكفره، لها علاقة برأيه. وفرق بين هذا وهذا، كلاهما عمر وعلي من أعظم المجاهدين في سبيل الله، فكون علي رضي الله عنه وأرضاه كان ما كان منه من لين مع أبي سفيان لا يعني أنه فرط في معتقد أو في شيء آخر. المقصود قال أبو سفيان لقريش ما وقع من حال كله. هنا عزم النبي صلى الله عليه وسلم على المسير وأخبر الناس أنه سائر إلى وماض إلى مكة. عمد حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه إلى امرأة كانت قد عزمت على أن تأتي المدينة من موالي عبد المطلب، كافرة وقال إن اسمها سارة، جاءت المدينة تجمع أموالا أصابها من الدهر ما أصابها، فأعطاها كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى يباغتهم، وهذا الفعل خلاف مبتغى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الوحي من السماء أخبر رسول الله بما كان من أمر حاطب بعد صلى الله عليه وسلم الزبير وعليا وآخرين من الفوارس إلى هذه المرأة، وأخبرهم أنها في مكان كذا وكذا. فلما أتياها طلب منها الكتاب أنكرت، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه والله ما كذبنا ولا كذبنا، لتخرجين الخطاب أو لا ننتهكن الحجاب، يعني نبحث. فأخرجته من قرون شعرها. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا قال لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما كفرت بعد إذ آمنت. ثم بين عذره بأنه ليس له رحم وليس له يد وله ضعفاء ويخشى عليهم. فأحيانا يصنع الإنسان الأمر
يظنه صوابا وهو غير صواب، لكن لا يجوز لنا أن نحكم على أحد حتى نقيم الحجة عليه، وحسن منا أن نسمع منه ونفقه مراده وخطابه، ولا نعجل على إخوتنا إذا أخطأوا مهما كان ظاهر أمرهم أنه شنيع. هذا ما كان قبل مسيرته صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ثم خرج في رمضان صلوات الله وسلامه عليه صائما، حتى أتى عسفان فأفطر وأفطر الناس. ثم لما دنا من مكة صلى الله عليه وسلم أسلم عمه العباس. ثم إن العباس، وأنا أستأذنك أنني أوجز لأن الوقت لا يسمح بالخطاب كله، لقي أبا سفيان بن حرب زعيم قريش، فعرض عليه الإسلام فتلكى. ثم إن النبي ثم إن العباس أخذ أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقلنا إن أبا سفيان شخصية قيادية، وأهل القيادة غالبا فيهم في بعضهم يحبون الفخر للارتباط بين القيادة والفخر من نوع ما. فقال صلى الله عليه وسلم يعني أمر العباس وأبا سفيان أن يتشهد فتشهد، فقال قل أشهد أن محمد رسول الله. قال أما هذه في النفس منها حاجة لأنها تعني التنازل، هو لا يقبلها، ومنذ أن ولد وهو زعيم، ولهذا كان يفر من هذا الأمر، يقول يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال أما تفقه، إنها النبوة يعني ليست ملك. المهم بعد أن أخذ وعطاء قال أبو سفيان أشهد أن محمد رسول الله. فقال العباس وهو الذي يعلم شخصية أبي سفيان يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فلو صنعت له شيئا. قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من أغلق عليه داره فهو آمن. عاد أبو سفيان إلى مكة، داخل مكة دخل على زوجته هند، فقال يا معشر قريش، ينادي قبل أن يدخل، قد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به. فمن دخل دار أبي، بدأ بنفسه، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأخذت هند بشاربه وقالت اقتلوا هذا الحمس، هذا الأحمس، أحمس يعني لا خير فيه، يقال عام أحمس يعني ما لا مطر فيه، الدسم يعني المليء، وأخذت تسبه. فقال لا تغرنكم هذه عن أمركم، لا قبل لكم به، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. الآن كتم الاثنين تلك. فقالوا ما تغني عنك دار، ما تغني عنا دارك، أخرجها. قال من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فطبعا الناس ذهبوا إلى المسجد، ذهبوا إلى دورهم، ماذا يصنعون بدار أبي سفيان؟ لكنه حقق شيئا من مقصوده، أن داره دار أمان. أمر صلى الله عليه وسلم قواده أن يدخلوا مكة، دخلوا مكة، أباح عليه الصلاة والسلام بعض الدماء، فقال في حق عبد الله بن خطل لو وجدتموه معلقا بأستار الكعبة، ورجل يقال له الحويرث بن منقذ وغيرهما، أذن صلى الله عليه وسلم بقتلهما. وهؤلاء بعض الذنوب تكاد تكون أكبر من العفو، بعض الذنوب، أما أنا أتكلم عن عفو الله، أتكلم عن سياسة أهل الأرض، أكبر من العفو. فالحويرث مثلا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يأتيه بابنتيه فاطمة وأم كلثوم نخسهما وأسقطهما من على البعير. ومثل هذا الصنيع كانت العرب تأباه، كانت العرب تأنف أن تأتي للنساء، أن تتعرض لهن بأي حال. النبي صلى الله عليه وسلم كانت بناته بعد هجرته في مكة، ومع ذلك أبو جهل وكفار قريش على عتوبهم وكفرهم وعنادهم لم يؤذوه في بناته، لأن العرب كانت ترى أن هذا شيئا عارا لا تفعله لا تصنعه، كان لديهم من القيم والمبادئ ما يحافظون عليها. فهذا نقض حتى، ليس الإسلام لأنه ليس مسلم، نقض حتى مبادئ العرب، فنخسهما وأسقطهما من على البعير، فهذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتل. منهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وهذا أراد الله له خاتمة حسنة، كان مسلما ويكتب الوحي لرسول الله قبل فتح مكة. فبينما هو يكتب الوحي لرسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام يملي عليه وجبريل يقرئه، قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، إلى أن قال
فكسونا العظام لحما، فكتبها فكسونا العظام لحما. ثم هو قال، قال صلى الله عليه وسلم: ثم أنشأناه خلقا آخر، فكتبها ثم أنشأناه خلقا آخر. قبل أن يمليه عليه الصلاة والسلام قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال عليه الصلاة والسلام: فتبارك الله أحسن الخالقين. فأعجبته نفسه، وإن قال إن كان، قال إن كان محمد نبيا فأنا نبي، وإن كان محمد يكذب فأنا أكذب كما أكذب محمد، وارتد عياذا بالله. عياذا بالله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أباح دمه يوم فتح مكة، فجاء أخوه عثمان بن الرضاعة بن عفان وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجيره، فأبطأ عليه الصلاة والسلام، يعني لم يعطيه الأمانة دفعة واحدة. بعد ذلك أعطاه الأمان. فلما غدا به عثمان قال عليه الصلاة والسلام لمن حوله: أما قام منكم أحد يقتله وقد رأيتموني أبطأت؟ قالوا: يا رسول الله، لو أشرت إلينا بعينك. قال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة العين. الأمر الأعظم في هذا أن عبد الله هذا عمر وشارك في الغزوات زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية، وسكن الرملة في فلسطين، ثم سأل الله أن يقبضه وهو يصلي بالناس الفجر، فصلى بالناس الفجر وقرأ في الركعة الأولى والثانية والعاديات ضبحا، ثم مات قبل أن يسلم التسليم الثانية. فسبحان مقلب القلوب، كان مؤمنا يكتب الوحي، ثم كافرا، ثم رجلا مستباح الدم، ثم تائبا، ثم ذا خاتمة حسنة. وصدق الله، قال ربنا: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذه ممكن عبد الرحمن يستفاد منها، ممكن أن العبد يمر بأطوار في حياته، فلا يصح أن نقف مع طور واحد في حياة أي أحد، فالإنسان يمر بأطوار، يعني قد يأتي مواقف هو لو أعيدت لما قام بها ولما تبناها ولما عاد كلمة. فلا يصح ونحن نتعامل مع الخلق أن نجعل كل طور قد مضى حاكما على الطور الذي بعده. هذا ما كان من دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. ما معنى المسجد الحرام؟ المسجد الحرام ما حول الكعبة، ما حول الكعبة. فدخل صلى الله عليه وسلم وبدأ بالطواف، وطاف ويشير إلى الحجر بمحجر في يده. تهاوت الأصنام بعد صبر 21 سنة، 13 وهو في مكة، و8 إلى عام الفتح وهو في المدينة، لأن الفتح كان في عام الثامن. ثم نادى عثمان بن طلحة ومعه مفتاح الكعبة، وكانت السدارة عندهم، فدخل الكعبة وجد فيها صورة لحمامة لها عيدان فكسرها، وقدمت له صورة فيها خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: قتلهم الله، ما لشيخنا وللأزلام. فسمى الخليل إبراهيم شيخا، وهذه لم يقل عليه الصلاة والسلام في حق أي نبي غير إبراهيم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام ودخل الكعبة وكبر في نواحيها وصلى فيها ركعتين: رمز الخلود وكعبة الإسلام، كم في الورى لك من جلال سامي، يهوي البناء إذا تقادم عهده، وأراك خالدة على الأيام. فصلى فيها صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه السلام خرج، قبل أن يخرج وهو عند عضدتي الباب أنزل الله جل وعلا عليه قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا بالعباس وعلي عند الباب يطلبان منه أن يضم لهما السدانة مع السقاية، الحجابة مع السقاية. فقال: هنا عثمان. فجئ بعثمان ابن طلحة فأعطاه المفتاح وقال: خذوها يا بني شيبة، خالدة تاردة لا ينزعها منكم إلا ظالم، خذوها يا بني شيبة خالدة تاردة لا ينزعها منكم إلا ظالم. خالدة يعني فيما بقي من الأيام، تاردة أي أنها كانت فيكم من قديم، لأن التارد طارف شيء قديم. وبرحمة الله أنا شهدت هذا العام تسليم كسوة الكعبة لهم، والحق أنه موطن فخار وهبة من الله الواحد القهار، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. سبحان الله.
فأعطاه مفاتيح الكعبة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك جاءته أم هاني أخت علي تجير رجلين دخلا عليها وأغلق الباب خوفا من سيوف المسلمين. فذهبت النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. ثم لما فرغ لبس ثيابه وصلى 8 ركعات. واختلف العلماء عليه صلاة ظهر عليه صلاة نصر. ثم إنها قال لها ما بك يا أم هاني؟ فأخبرته قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وفي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدون على من سواهم. ويسعى بذمتهم أدناهم أنه كما يحق للملك للأمير لغيره أن يجير كذلك يحق لمن كان من الضعفاء والوسطاء وعامة الناس أن يجير. هذا إجمالا فتح مكة. نختم بإسلام أبي قحافة. أبو قحافة والد الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما علم يسمع أنه في جلبة طبعا طاعن في السن، لأن أبا بكر يومها كان في 58 أو في 60، في 58 من العمر، فما بالك بأبيه. فكف بصره فقال لابنة له أحمليني على جبل أبي قبيس. أخذته إلى جبل أبي قبيس والسنون مجربة، فقال ماذا ترين؟ قالت أرى سوادا. قال ذلك الخير أو غير ذلك يا بنية؟ قالت وأرى سوادا يقبل ويدبر. قال هذا الوازع، الوازع الذي يجمع الخير، يعني زي السايس. ثم سكتت برهة. قالت أرى السواد تحرك. قال إن الخيل أمرت أن تدخل، أدركيني إلى بيتي. فدخل بيته مع دخول الخيل. فلما دخل مع دخول الخيل أخذه أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لو تركت الشيخ نأتيه. وقال عليه السلام إكراما لمن؟ لأبي بكر. والله إن إجلال أبي بكر من أعظم الدين ومما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ما أحد قدم للدين بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما قدم أبو بكر، ولا أحد في الأمة البتة يعدل أبا بكر. وإجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ظاهر في كل آن وحين. هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ قال لو تركت الشيخ نأتيه. قال يا رسول الله هو حق أن يأتيك من أن تأتيه. وإذا برأسه كأنه ثغامة، الثغامة نبت جبلي إذا أمحل يبيض. فقال غيروا هذا الشيبة، عاد وجنبوه السواد. هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مدرجة في الحديث؟ فيها كلام كثير من الفقهاء. هذا ما يمكن أن أقوله في هذه اللحظات عن فتح مكة. ضاق الوقت، ربما يتساءل البعض، هناك بعض الأحداث التي وقعت في فتح مكة كما قول الرسول اذهبوا فأنتم الطلقاء، وبعد أن استقر له الأمر عفى عنهم. لكن كما هو منهجنا أيها الكرام في هذا البرنامج نأخذ يعني ما يتيسر به الوقت من الفوائد والدروس والعبر. باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة. جزاكم الله خير. بارك في عمرك ويشكر فضلك. بارك الله فيك. وأنتم مشاهدين لكم منا كل محبة وتقدير ودعاء على متابعتكم معنا في هذه الحلقات. لنا إن شاء الله موعد معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.